لما فكرت احنا
ثلاثة مرات. طيب طلبت الجامعة ممكن الطالبة تخش الجامعة 17، يعني هي واقعة في المنطقة الغربية اللي مش تابعة للمجلس القومي، ففكر المجلس القومي إن هو يبقى وحدات للنقل تبقى في داخل الجامعة. يمكن التفكير ده كان متأخر في آخر ثلاث سنين اللي فاتوا، ولكن هذه الوحدات أثبتت نجاح فعال جدا في توصيل رسالة المجلس القومي للجامعة.